السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم عند مجوره عثمان قصريه انسي تخصص ديال البيع والشراء الذهبيه 18 كارو ليكيب المغرب كامل. مرحبا بكم وسمحوا لنا واخا تعطلنا عليكم شويه. مرحبا بالجميع. كما العاده اللي دخل معنا اللايف ديال بارطاج بارطاجي معنا. بالنسبه للنمره ديالنا كتبوا لكم تحت. السلام عليكم ورحمه الله. وفاء صاري الله يحفظك اختي، الله يبارك فيك. مرحبا بكم كاملين البنات، مرحبا بالناس ديال الفيسبوك ديال تيك توك ديال انستغرام ناس يوتيوب، مرحبا بكم. واخا كيوصلكم فيديو معطل شويه، سلام خويا عثمان مرحبا بكم. النمره ديالنا البنات هي هذه 0625 88 47 80، هي اللي مكتوبه هنا اللي خدام في الواتساب. بالنسبه للتيك توك ديالنا بيجوتري عثمان، وهذا اللي بغى ديما الجديد. ومرحبا بالجميع. تعطلنا اختي اللايف، كنا كنوجدوا لكم شي حاجه، تعطلنا شويه. سامحونا اختي، مرحبا بكم. مرحبا اختي وفاء، مرحبا بك اختي، بصحتك اختي. مرحبا. وفاء مرحبا اختي، جينا طواطوين قالت مرحبا على الراس والعين. مرحبا، دوزي عندي اختي غدا ولا الحد ولا الاثنين وقت لي ساليتي، جا نقرا البنيات حويقات ديالها، ماشي مشكل. سلام خويا عثمان. اختي كاتي مرحبا بك. مرحبا، كما عودناكم ديما كاين الهميزات ان شاء الله في اخر لايف، كاين شي حاجه في الجديد، موديلات جداد وتخفيضات خياليه كما عودناكم. ومرحبا بالجميع، كنتسالكم غير تبارطاجيو معنا. ومرحبا بالجميع اللي دخلت دير معنا بارطاج. احنا اختي طالعين، مرحبا بكم. نبداو لكم كما عودناكم، نبداو لكم مع البراسيات، يلاه جبناهم جداد ارتيكلات اخر ما يكون، وبثمن مناسب ناقص وعك 30 درهم 40 درهم حتى ل 50 درهم في الجرام. موديلات يا سلام، غنبداو لكم ارخص واحد حتى الاغلى واحد. عاد ديك الساعه ندوز لكم البراسيات اللي مصولدين، السنيسات اللي مصولدين، وفي اخر لايف ان شاء الله ندوزو للهميزات. اختي فاطمه مرحبا، جيبي لي الفلوس اختي ورد لك كلشي. الله يعوضك فيما احسن. ربنا تلقاي اختي هنا في اللايف غيدوز قدام عينك. فاتي ايمن مرحبا بكم، بارطاجيو معنا البنات الله يكبر بكم. لي جيم ديالكم من اي مدينه انت كتشوف اللايف ديالنا، خلي المدينه ديالك. وتحيه للجاليه المغربيه. واش كاين شي ربح اليوم هنا؟ انت مولا الفكره، تي خاصك تجي عندي نيشان المحل اختي باش نعطيوك الكادو. تي ديما مولا الفكره كتجبدي لي الصداع وكتوحليني. مروه كتجبدي لي اختي الصداع، ديك النهار كاين اللي رضات كاين اللي مرضات. الله يفجي ان شاء الله ونوجد لكم واحد الربح، حيت ما بقاوش عندي الروايح تقدام ان شاء الله ونخليها لكم. بسم الله. فهمتي ايمن الله يحفظك، مرحبا. بحال والو اختي فاطمه تقدري تلقاي. نبداو معكم على بركه الله، بسم الله توكلنا على الله، يسر الجميع واللي نوات شي حاجه الله يسخر ليها والله يسهل عليها. نبداو لكم باول براسلي خدمه، هادو كلهم اللي غندوز لكم دابا البنات راه خدمه ليزينغ مضوبله من الداخل الصح والعمل. نبداو لكم باول براسلي هو هذا، من الداخل راه مضوبل.
بالنسبه للقياس ديالو. اختي وفاء الله يحفظك، الله يكبر بك اختي، الحمد لله. القياس ديالو هذا البنات 5.6، 5.6 في القياس، هو مدوبل من الداخل. شي ندير لكم شي مونكا باش يبان مزيان. اختي الوردي زينب بصحة وراحة اختي، خديتي كوفر على سلامتك، صحتك اختي. ها هو انا دابا كيبان مزيان، فيه 7 غرام و10، الثمن ديالو 4250 درهم. فيه 7 غرام و10، القياس ديالو 5.6، الثمن ديالو 4250 درهم. هادو راه موديلات جداد، هذا اول واحد دوزناه، اللي عجبها دير لها سكرين وتواصل معنا في النمره 06 25 88 47 80. مرحبا بك اختي هاجر، تحيه للناس ديال الداخله ومرحبا بك، مرحبا اختي. الثمن ديال الذهب الخام وصل 505 510، باقي ما زاكيش. ادم مرحبا اختي، مرحبا خويا، باغي نسولك، مرحبا خويا ايمن. كاين اختي كاين، اللهم يسر فك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. غير بارطاجيو معنا البنات اللي دخلات، دير معنا بارطاج. خويا عندي 9000 درهم، بغيت راه تكون القياس على. مرحبا اختي الهام، شوف لي شحال من غرام بغيتي اختي والغولد اللي عاجبك ومرحبا. هذا دوزناه ب 4250 درهم، قياس 5.6، اللي عجبها يدير لي سكرين. هذا دوزناه، كاين هذا الموديل هذا حتى هو زوين، هذا داير كله البوش من هنا الشكل ديالو، ما بغاش يتجمع شي ثلاثي، هو كله دايز بحال ما هكا. هنا فيه بنانة، الثمن ديال هذا 4740 درهم، فيه 7.90 غرام، 4740 درهم، فيه 7.90 غرام. القياس ديالو هو هذا، هذا فيه 5.7، 5.7 في القياس. الا بغيتي تزيديه مع شي ثلاثي كلاش ولا كلو. كاين اختي البلدي في الميزات، عطا الله الخير، مرحبا. حنا غندو معكم حاجه حاجه ان شاء الله. هذا 4740 درهم، القياس ديالو 5.7. هذا دوزناه، كاين هذا الموديل هذا، الموديل حتى هو زوين، فيه 8.81 غرام، الثمن ديالو 5280 درهم، 5280 درهم. هادو كلهم مضوبلين من الداخل، لذيذ على براسي، صحاح هادو راه صحاح. فيه 5.7 في القياس، 5.7 في القياس. هاهو اللي عجبك دير ليه سكرين، تواصل معنا في 06 25 88 47 80. فيه 8.81 غرام، الثمن ديالو 5280 درهم، القياس ديالو 5.7. هذا دوزناه. غورميت رويال اللي عامره باللويز، الغورميت رويال اختي بقات عندي وحده خاويه بلا لويز، سرت لها بثمن مناسب. مرحبا اختي ادم مرحبا، ندوزوها ان شاء الله. كاين هاد البراسير البنات ديال الغورميت، العشاق الغورميت، كاين هذا وكاين هذا، كاين الغليظ ديالو كاين الرقيق. بالنسبه لهذا الرقيق راه تقل من هذا الغليظ، هذا فيه 10.30 غرام، الثمن ديالو 6180 درهم، القياس ديالو اللي هو 5.8. هذا القياس ديالو 5.8، فيه 11.30 غرام، الثمن ديالو 6180 درهم. بالنسبه لهذا العريض هذا فيه 5.5 في القياس، الثمن ديالو 5640 درهم، الميزان ديالو 9.40 غرام، 9.40 غرام، الثمن ديالو 5640 درهم. هذا القياس ديالو 5.5، هذا 5.8. ومرحبا بالجميع، اذا عجبك شي موديل دير لي سكرين وتواصل معنا في 06 25 88 47 80. الوردي زينب بس عليك صافي شري الكفر، مرحبا بك اختي زينب الوردي، مرحبا بك، بصحه وراحه اختي، مرحبا. ياك عجبك بعدا جيتي خديتي الكفر اللي كان خاص، بعدا بصحه وراحه اختي. كاين هذا الموديل هذا، خوات من الزواج كاين، وعاد برومو خطير في الخوات مال ديال الزواج، الا قدنا الوقت ندوزهم اليوم ان شاء الله. كاين هذا البراسيل ديال الكاريه، ها هو فيه 7.62 غرام، الثمن ديالو 4570 درهم، اخر ما يكون في الموديلات 4570 درهم، فيه 8 7.62 غرام.
بالنسبه للقياس ديال هذا، هادو بالنسبه راه كلهم مضوبلين البنات. هذا 5.6 في القياس، 5.6 في القياس، هذا 5.6 في القياس. ها هو 4570 درهم. انا دوزناه، انا وعد الموديل اخر ما يكون في الكلو. ها هو موديل جديد، شي حاجه انيقه، عشاق الكلو. هذا البنات فيه 7 غرام و60، الثمن ديالو 4550 درهم، 4550 درهم، 91000 ريال، فيه 7 غرام و60. القياس ديالو تاكدوا منه، هذا فيه 5.8، 5.8 في القياس، هذا 5.8 في القياس. تاكدوا منه، الا عجبك دير لي سكرين وتواصل معنا. لا عصير الصابون اختي كان صابون كوموند بشحال الثمن غرام الرادكو؟ الرادكو دابا بين 560 حتى 570 خويا. اش قلتي لي على الرويال اللي باللويز؟ ما سمعتكش وفاء. قلت لك اختي الرويال عندي خاويه، ما فيها لا لويز لا والو. هاي اختي عندي هادي اختي، ما فيها لا لويزات لا والو. هاي الا عجباتك ديري لي سكرين وتواصلي معايا اختي في الواتساب او مرحبا. بالنسبه لهاد اختي دايره 7800 درهم. هاي الا عجباتك 7800 درهم. كملوا البراسليات، كاين هذا ديال ملكة النحل، ها هو براسلي خطير في الستيل ديالو تبارك الله. الثمن ديالو 5480 درهم، فيه 9.13، 5480 درهم. ها هو ديال ملكة النحل، موديل جديد كيجي انيق في اليد، اللي عجبات دير ليه سكرين. بالنسبة للقياس ديالو واخا خشي المستعمل غندوزو ليه ان شاء الله، حنا قربنا. هذا 5.7 في القياس، براسي ديال ملكة النحل، انا دوزناه. انا عشاق تيفاني، براسي ديال تيفاني الغليظ، اللهم بارك. ها هو عجبات دير لي سكرين، تيفاني بالحجر، الثمن ديالو دير 5800 درهم، 5800 درهم، مضوبل من الداخل كما كتشوفوا، 5800 درهم، فيه 9.70 غرام، غليظ عاطي العين وباين، يعني واخا يتلبس غير بوحدو باين في اليد، 9.70 غرام، 5800 درهم. بالنسبة للقياس ديالو، القياس ديالو ستوندار، هذا 5.8 في القياس. وكاين عاوتاني هاد التيفاني هذا، ها هو توا موديل جديد، هذا تيفاني دوبل، فيه كلاش وتيفاني، يعني تلبسي هاد الفاس كلاش وهاد الفاس تيفاني، يعني تلبسي هذا دوبل فاس. هادو موديلات زوينين ويلا خارجين، والثمن مناسب البنات 5580 درهم، في 9.30 غرام، 5580 درهم. قياس ديالو راسلي دوبل، فيه 5.8، قياس ديالو ستوندار، النص ديالو تيفاني والفاص الاخر كلاش. اللي عجبك دير ليه سكرين تواصل معنا. وكاين هذا اللي تيفاني، فيه تيفاني كله وفيه طريف ديال الكلاش، يعني عكس ديال هذا اللي دوز دابا، هذا فيه كلاش بزاف، هذا فيه تيفاني بزاف، هذا تيفاني فيه طريف هنايا ديال الكلاش. الثمن ديالو 5800 درهم، فيه 9.70 غرام.
ليلى العثماني مرحبا اختي، كاينين عندي في المستعمل انا غندوزهم ان شاء الله. ديال تيفاني وكلاش اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معنا 5800 درهم بالنسبه للقياس ديالو. هذا 5.7 في القياس حتى هو. كاين هذا الموديل زوين ديال الكورميط، خطير هذا الموديل هذا، شوف كيفاش غادي الخدمه ديالو. اختي فاطمه مصازي الفروج لا دابا ما كاينينش. خويا عبدو مرحبا، كيفاش ما صوفيا حفيظ قبل ما تهضر كطلع الكتبه اختي اللايف ديما بحال هكا ديما كطلع الكتبه قبل. هذا 4850 درهم في 8 غرام و10، 4850 درهم. شوف الموديل ديالو كيفاش غادي ومضوبل من الداخل وصحيح، الناس عزيز عليها الصح، الخدمه ديالو زوينه تبارك الله. بالنسبه للقياس ديالو البنات تاكدوا ليا في القياس، اي براسي عندك حط عليه مسطره. هذا القياس ديالو 5.6 5.6 في القياس، تاكدي في القياس. الثمن ديالو 4850 درهم. وكاين عندنا هذا كريستيان ديور كلاش، هو معروف هذا الموديل تاع هو، تا هو تقدري تلبسي دوفاس غير تقدري تحافظي على كريستيان ديور. الثمن ديالو 5450 درهم في 9 غرام و10، 5450 درهم، 109000 ريال. القياس ديالو اللي هو تقريبا 5.5، 5.8 في القياس، 5.8 في القياس. القياس ديالو 5.8، الثمن ديالو 5450 درهم. كلاش كريستيان ديور. بنات يلا دخلات بارطاجي معنا اللايف. ام خليل مرحبا بك اختي، الله يحفظك الله يكبر بك. اختي فاطمه مرحبا، نقولوا بالريال مرحبا، بغيت سنسه ديال الحضور. يونس يونس مرحبا. كاين هاد براسيل جاكوار، العوينات ديالو حمر، ميزان ديالو فيه 12 غرام ونص، الثمن ديالو 7500 درهم. فيه 12 غرام ونص، 7500 درهم. القياس ديالو 6 سنتيم، القياس ديالو 6 سنتيم. اللي عجبها دير لي سكرين وتواصل معنا في هاد النمره اللي خلينا الفوق 0625 88 47 80، 7500 درهم. والبراسيل الاخير هو ديال كلاش عريض ماشي الرقيق، العريض هذا فيه البنات 10 غرام 65، الثمن ديالو 6400 درهم، 6400 درهم. القياس ديالو 6.2 سنتيم، دوبل من الداخل، الخدمه ديالو باينه عريضه. واللي بغات شي تولاتي مرحبا، اللي بغات تماري معاه غورميط، المهم تختاري البراسيات اللي بغيتي وتواصلي معايا في واتساب ونماريهم لك وتشوفي كيفاش غيجيو. مرحبا بك. المهم دابا سالينا البراسيات اللي عندنا فيهم موديلات جداد بثمن مناسب، غندوزو لكم واحد الارتيكل كيبقاو لينا في المحل كندوزوهم سولت، يعني كتبقى بياسه بياسه من الحاجه ما منهاش جوج. نبداو لكم بهذا البراسلي هذا سولد البنات، بين هذا اللي اختارته راه كاين واحد ما فيهش جوج بهذا الثمن، كاين واحد اللي غيتباع بهذا الثمن بحال الشكل ديال الميزات. هادو بياسات كيبقاو من بحال دابا، هادو كانوا ثلاثة تباعوا جوج ديالو بقى واحد كنسولديو. بالنسبة للقياس ديال هذا، هذا القياس ديالو 5.5، اللي عندها القياس صغير تأكدوا ليا في القياس الله يكبر بكم. اختي نزهة الوردة مرحبا، عثمان شي خاتم في حدود 2000 درهم ماشي غير من غير التخرام لا طروادي مرحبا. غنشوف لك اختي ادم، ادم بلدي مرحبا. هذا قشور الحوت القياس ديالو 5.5، هاو كما كتشوفوا هذا مصولدي، كانوا ثلاثه تباعوا جوج بقى واحد، يعني بياسه وحده اللي كاينه ما منهاش جوج. هذا مصولدي البنات ب 570 درهم في الجديد، 570 درهم للغرام، فيه 6.06 غرام، اي 6.06 غرام، ضربيها ب 570 مصولدي 3450 درهم، 3450 درهم. القياس ديالو 5.5، كنقولها وكنعاودها، هذا بياسه وحده اللي كاينه بهذا الثمن، يعني واخا نعاود نتقدى ثلاثه ولا اربعه اخرين كيتبدل لهم الثمن ديالهم. هذا مصولدي ب 570 اللي خداته صحه والراحه ديالها، القياس ديالو 5.5. ها هو قشور الحوت راه معروف هذا الموديل، هذا كيكونوا ثلاثه دابا حاليا كاين واحد. ها هو اللي عجبها دير لي سكرين تواصل معاه.
خمسة ونصف القياس ديالو، الثمن ديالو 3450 درهم. هذا دوزناه. خاتم سارة، اختي عندي ديال الكورميت رقيق. مرحبا بك اختي دنيا، صوب عليك. مارياج دي كليبرا كاين اختي، كاين مارياج، كاين فيه برومو، بقى ليا الوقت اختي ندوزهم لكم اليوم. ما بقاوش اختي، راه غنخلي لكم الفيديو في تيك توك، التيك توك ديالنا هو دابا بجودري عثمان، غنخلي لكم الهوته ديال المارياج ان شاء الله. كاين هاد الكورميت، هادي كورميت وبراسلي، ها هي كما كتشوفوا فيها واحد الحجيره هنايا، فيها الخميسه ديالها، السلسله ديالها فرصه يعني الصح والامل. ها هي كتجي براسلي بحال ما في اليد، وكتجي السنيسه ديالها هابطه لتحت. هاد البنات فيها جوج 82، جوج فصيله 82، مصولديه حتى هي ب 570 درهم، حتى بقات بياسه فيها مصولديه ب 570 درهم للغرام. هاد البنات 1600 درهم، النص ديالها براسلي والنص ديالها غورميت. غورميت ديالها راه صحيحه فورسا شوبار، يعني متقون الخدمه، ماشي شي حاجه اللي عيانه، الصح والعمل. 1600 درهم وحده اللي كاينه الاولى بصحتها. ها هو دا اللي غيجبد ليا الصداع، هذا بقات فيه بياسه وحده، راتكو ديال العنق، هذه بقات هي عندي بياسه وحده اللي بقات مصولديه ب 560 درهم للغرام، راتكو ديال العنق، مصولديه ب 560 درهم للغرام، فيها 11 غرام فاصله 76، 560 جات 6590 درهم، 6590 درهم، ها هي وحده اللي كاينه الاولى بصحتها. الوردي الله يحفظك اختي زينب، الله يكبر بك، الله يحفظك. هذه دوزناها 6590 درهم الاولى بصحتها، حتى هي فيها بياسه وحده. كاينه السلسله ديال الخريشات، هذه حتى هي كاينه وحده اللي كاينه فيها اربعه ديال الموتيف، ولكن السلسله ديالها راه فرصه ماشي ديك العاديه، السلسله ديالها فرصه متقون، يعني لبسي ونسي. هادي البنات على الميزان ديالي يوريكم فيها 2 غرام و10، يعني ديال الخريشات العاديين كتكون فيهم غرام، هادي فيها 2 غرام و10، مصولديه ب 580، 1220 درهم، 1220 درهم اللي باغا سنسه ديال الخريشات الصح والاتقان وعلى ضمانتي، هادي 1220 درهم، 24400 ريال. هاي اللي عجبتها دير لي سكرين. غنجبد لكم واحد خويتم ديال الكارتي، تا هو بقى فيه بياسه وحده، عندي خاتم واحد، هذا تا هو مصولدي ما فيهش حجر، هذا كارتي اوريجينال. بالنسبه للقياس ديالو تاكدوا في القياس حيت ما كيتزاد ما كيتنقص، هذا القياس ديالو 1.8، 1.8 في القياس، خاتم ديال الكارتي 1.8 في القياس. هذا تا هو مصولدي فيه 2 غرام و90، مصولدي ب 580، 92 مصولدي ب 580، 1680 درهم، 1680 درهم باش تصاوب ديال الخاتم. القياس ديالو 1.8، اللي عجبك دير ليه سكرين وتواصل معنا في 0625 88 47 80. هيا هذا دوزناه. وعاد الكورميت ديال رافينيتي حتى هي بقات بياسه، غندوزها لكم حتى هي في السلطه. هيا حبة ديال الفانكلي في الحجيرات ديال رافينيتي مطلوعة، هاي كيما كتبان ليكم، هاي مكتوبة رافينيتي، فيها 2 غرام 45، 2.45، صولديها تاهي ب 580، 1420 درهم ديال رافينيتي، 1420 درهم. لعجبتها دير ليها سكرين وتواصل معنا في واتساب. بالنسبه للميساجات غنبداو نجاوبو عليهم غدا ان شاء الله من ورا العصر، غنبداو نجاوبو الناس، يعني غير خلي السكرين ديالك الارتيكل اللي عجبك غدا ان شاء الله نجاوبوك عليه. هادي دوزناها 1420 درهم. هاي كاين واحد كريميت اخرى حتى هي مصولديه، كاينه بياسه وحده، هادي فيها 2.77، ها هي
جوج 77. السلسله ديالها تقريبا بحال الشكل ديال السلسله اللي دوز ديال الخريشات، حتى هي الصح والعمل لبسي ونساي. 580 الثمن ديال 1600 درهم، 1600 درهم حتى هي مسوديه، 1600 درهم، 580 درهم للغرام. باقي عندنا واحد الخويتم ديال الالوان. ادم مرحبا، غندوز لك سريتلات ان شاء الله. مرحبا، كاينه وحده مسوديه اختي زوينه ديال التخرام في الميزات، انا غندوز لك. كاين هذا الخاتم فيه حجرات بالالوان، في 2.82، 2.82 ضرب في 580، 1635 درهم. ها هو 1635 درهم. خويتم زويون وانيق وصحيح بالنسبه للقياس ديالو، القياس ديالو هو 1.9، القياس ديالو 1.9. الوالد الله يحفظك اختي، الله يبارك فيك. ما كاينش غورميت اخويا مجده، غورميت اختي ما عرفتش ديالها اش غورميت اللي بغيتي. السلام عليكم خي عثمان، مرحبا. سلام ورحمه الله، مرحبا. توريا عزيز مرحبا بك اختي. الناس اللي ما قريناش الكومونتير ديالها بسمحوا لينا. 1.9 في القياس، الثمن ديالو 1635 قلنا، 2.82، 580، 1635 درهم. ها هو، هاهي واحد السنيسله البنات، سنيسله خطيره ومسولدي. هادي فيها الجرس ديالها، خاصكم تشوفوا الخدمه ديال ليبول كيفاش مخدومه. هادي خدمه زوينه، هادي حتى هو دا لداخل داب الجرس ديالها. هايا جي حتى لهنايا غير بوندونتيف بوحدها، عاد شاده فيها السنسله. الطابع ديالها باش تعرفوا ديالاش، سبعمية وخمسين. خدمة ديال ليبول فيها الأحجار لا والو. بالنسبة لهادي فيها 8 الغرام فاصيلة 27، وصول ديال 580، جاتها 4800 درهم، 4800 درهم. السنيسلة يا سلام ديال الجرس، السلسلة ديالها راه غورميت صح وإتقان كما كتعرفوا. هاد غورميت هادي الخدمة ديالها متقونة، خدمة زوينة تبارك الله. 4800 درهم فيها 8 غرام فاصلة 27. هادي دوزناها، دابا سالينا الجديد، سالينا السولد، دابا غندوزو للهميزات. يلا وجدوا لنا راسكم الناس ديال الهميزات، وجدوا السكرين، وجدوا المسطرة، تأكدوا من القياس، واللي عجباتو شي حاجة الله يسر ليه فيها والله يسخر للجميع. يلا بارطاجيو معنا واحد شويه اللايف باش يطلعت بزاف ديال الناس، ونبداو معكم في القديم ان شاء الله. بارطاجيو معنا، الله يكبر بكم. امين، الله يبارك فيك اختي الله يحفظك. بارطاجيو معنا، الله يكبر بكم. شوفوا لي جيم ديالكم، شرفونا بالمدينه ديالكم، والله يسهل على الجميع، واللي نوى شي حاجه الله يسخر ليه. نسيتوا عاد اللعيبه ما قلتهاش لكم البنات، الله يكبر بكم. حاليا غيبدا الارتيكل اللي فوق 3000 درهم، ضروري تفيرسي الفلوس ديالو عاد توصلك الامانه. توقعوا لنا مشاكل، ومشاكل صعيبه شويه، كيتعرضوا لنا الناس ديال التوصيل شويه للخطر، شي حاجه كتكون فيها 10000 درهم يعني كنريسكيو بالناس اللي كيوصلوا الكوموندات. يعني باش تكون انت في الدار ريسك، لا عليك انت، هي على داك السيد اللي موصل ريسك انت، هي لا يكون شي واحد نيتو ماشي حتى تما تي غادا يشوف عندك كوموند فيها 10000 درهم ما تقدريش شنو توقع منه. يعني كتعطيك حساب ديالي اختي، كتفيرسي ليا فيه شي حاجه اللي فايته 3000 درهم،
قل من 3000 درهم لتحت كنصيفط لك تتوصلك على تخلصيها عادي. فايتها 3000 درهم الفوق ضروري كتفيرسي فيها اما النص ديال الثمن باش تهبط ولا كتفيرسيها كامله على حساب اختيار ديالك انت. والضمان راه ديالي انايا اللي موصلاتكش امانتك كيرجع لك رزقك، ما عجبتكش امانتك تعاود ترجع ليا كنعاود فيرسي لك رزقك. هادشي والحمد لله اللي خدامين مع الناس كاملين بالمعقول، يعني ما كاين لا كذوب لا تحراميات لا شفره لا والو، والحمد لله. توكلوا على الله ندوزوا للقديم. نبداو لكم واحد الحويلقات ديال السبعينات، الناس الاولين اللي غيعقلوا عليهم، والدينا ووالديكم اللي غيعقلوا على هاد الحلقات هادو. اقدام اللهم بارك، هادو مشريين في السبعينات الناس اللي جاوبوهم ديال اللوزه فيهم حجيره خضراء، ولكن راه الصح اللهم بارك لبسي ونساي لا العمود ديالهم ولا كل شيء. اختي صوفيه الله يحفظك، كنحاولوا دير ثمن باش كل شيء يلبس ان شاء الله، لا الدرويش لا اللي عنده ولا اللي ما عندوش، كل شيء نشجعوا يلبس ان شاء الله. اللهم نبيعوا حاجه على اقل ثمن ونبيعوا بزاف والناس يتنفعوا حنا نتنفعوا، كل شيء الله يسهل عليه. كنكبروش كرشنا على الذهب ولا كنديروا فيه خصك تربح فيه بزاف ولا شي حاجه، ربح قليل والله يسر الامور. هادو الخدمه القديمه ديال اللوزه، هادو البنات فيهم 9.80 غرام، فيهم 9.80 غرام تقال اللهم بارك، ولكن راه صحاح راه متان ديال بصح، راه مكرهش كل وحده تقلب فيكم تورك وتشوف المتانة اللي فيهم. اللي باغا عاجب هذا الموديل هذا 525 درهم للغرام، 10500. هادو راه تحف، هادو راه كيدوزو حتى 600 درهم للغرام حيت ما بقاوش كيتصاوبوا. 525 درهم للغرام لبسي تتعياي وتشدي فلوسك، 525 درهم للغرام فيهم 9.8 غرام، 525 5145 درهم، يعني 100 و 3900 100 و 2900، 5145 درهم فيهم 9.80 غرام، 10500 ريال للغرام. بارطاج البنات باش كلشي يستافد من الهميزات، ومرحبا بكم. اختي مجده الله يحفظك الله يكبر فيك، تحياتي خويا عثمان الله يحفظك اخويا، تحياتي ليك الله يكبر بك اخويا عثمان. هادو دوزناهم 525 درهم للغرام. وعاد السلسله ديال الكورميط، ها هي اللي عشاق الكورميط اللي باغا سلسله غليظه غولد كلو غولد كامل، ها هي طول اللهم بارك تدخل من الراس، طول طويله ساشي على ليقه كتبان عاطيه الغولد ديالها، حتى هي خدمه قديمه. شو السارود ديالها كيفاش داير السداده، هذه البنات فيها 9.91 غرام، 550 غرام، جاتها 5450 درهم، 109000 ريال. هذه الخدمه راه ولات قليله حاليا قليله، السلسله كلها غليظه غولد واحد وطويله حضوريه ديال الحضور، 5450 درهم، 550 درهم للغرام. هاجر الله يحفظك اختي الله يبارك فيك. الطول ديالها اختي ها هي نعبرها قدامكم، 20 40 60، فيها 63 سنتيم، السلسلة ديال الكورميط فيها 63 سنتيم ديال الطول، 63 سنتيم ديال الطول، 5450 درهم. كيما كتبان ليكم راه عمرها مقطعة، هادي مستحيل تقطع حتى غلاض العيون ديالها كتمقطع، أنا أول حاجة ما غندوزهاش، يعني الصح والعمل اللي باغا سلسلة ديال الدوام وفي الهميزات 550 درهم للغرام. هاهي كاينة واحد السنيسلة أخرى ديال الإيبي، تاهي خدمة قديمة تاهي طويلة، تاهي ربما الطول ديالها راه قد هادي، هادي أكثر منها طويلة على ديال الكورميط، هادي طويلة اللهم بارك، شوفي كتوصل ديال الحضور. السلسلة ديال الإيبي الخدمة المتقونة ماشي اللي كتقمش، هادي راه ملسة كتقمش ما والو، خا جري فيها يدك. بوندونتيف ديالها نقش معرش
خدمه نقيه منقى، شوفوا الداخل كيفاش نقيه من الداخل. ميزان ديالها فيها 11 غرام 75، 11 غرام 75، الثمن ديالها 550 درهم للغرام، 6460 درهم، 6460 درهم. اختي هاجر الله يحفظك الله يكبر بيك. السلسله بوحدها، مرحبا، نحيد لك السلسله بوحدها. السلسله بوحدها فيها 7 غرام، نحيدوا واحد الديسي ديال القاغيط حيت حبرتو بها، يعني 7 غرام غتبقى فيها تقريبا 6 غرام و90، 6 غرام و90 550، بحال السلسله بوحدها كطلع ب 3800 درهم، السلسله بوحدها ب 3800 درهم. يعني الا عجبتها دير لي سكرين وتواصل معنا شي معلومات عليها، تواصل معنا في واتساب ونجاوبوك عليها. انا عاوتاني واحد الكريميت ديال الخريشات الراتكو اختي، بقات عندي وحده في الجديد 560 درهم، واحد الكريميت زوينه اللهم بارك، الطول ديالها 19 سنتيم، الطول ديالها 19 سنتيم. اللبسه ديالها فيها قليب فيه حجيره، فيها نجيمه مضوبله، فيها قليب فيه حجيره، فيها هاد القليب، فيها الصفيحة، هاهي فيها حجرة، وفيها هاد بحال الطالون. الخدمة ديالها بحال الشكل ديال الكافية، هاهي كيما كتبان ليكم. هادي الميزان ديالها، فيها 6 غرام و 80 ب 545، 3700 درهم، 545، 3700 درهم. هاهي إلا عجبتها دير ليها سكرين وتواصل معانا. غورميت زوينة تبارك الله، الله يسخر لمولاتها واللي مكتبة ليها. أنا واحد براسي ديال الطروادي، براسي ديال الطروادي باقي جديد، باش تعرفوا راه كاينة المصداقية، يعني راه حاج السولد بوحدها، حاج التخفيضات بوحدها، حاج المستعمل بوحدها، درهم فيا ما يغسلو ندوزو ليكم في الجديد، ولكن لا. تستاهلوا القديم وتستاهلوا مكتر، مكترش اي احسن موديل واغلى موديل ندوزو لكم في المستعمل، ولكن هادشي اللي كيطيح في احسن الموديلات حاليا اللي كيكون شي حاجه ما مهرسه ما والو كندوزها لكم باحسن ثمن. هذا فيه 6 غرام فاصلة 21 550 3400 درهم، يعني في الجديد راه غتفوتي فيه واحد 4000 درهم حتى 4500 درهم على حساب الميزان اللي فيه. هذا 3415 درهم، 3415 درهم، 68000 ريال و 300 ريال، فيه 6.21. القياس ديالو باش تتاكدوا منه، القياس ديالو ده 5.6، 5.6 في القياس، تاكدوا لي في القياسات ومرحبا بكم. كاين هذا البراسلي هذا حتى هو انيق، خدمه زوينه هذا البراسلي هذا، من الموديلات الجداد ولكن طاح في المستعمل اللي خداتو بالصحة والراحة. كاين هو وكاين الخاتم ديالو، الخاتم ديالو اللي بغات البراسي ديالو بوحدو، اللي بغات الخاتم بوحدو مرحبا. بالنسبة للبراسي القياس ديالو باش تأكدو في القياس، القياس ديالو 6 سنتيم، البراسي 6 سنتيم، الميزان ديالو فيه 9.75، 550، جاتو 5360 درهم البراسي بوحدو، 5360 درهم، 6 سنتيم في القياس. وبالنسبه للخاتم ديالو راه صحيح تبارك الله، متين ما كيلعبش كاع بمره. بالنسبه للقياس ديالو فيه 1.8، 1.8 في القياس، ميزان ديالو 3 غرام فاصلة 46، 550، 1900 درهم. خدمه ثقيله وصحيحه ومتقونه اللهم بارك، اللي زيد عليها بحال هاد الموديلات دير لي سكرين، سواء بغات الخاتم سواء بغات البراسلي مرحبا. شي حاجه ديال راتكو ديال العنق، راه راتكو اختي في المستعمل لا والو اختي، عندي واحد في جديد دوزتو 560، واش كتحل نهار الحد؟ الهام اختي كنحلو اختي نهار الحد، غالبا الناس اللي كيجيو عندنا بعاد يحاولوا يجيو عندنا مورا العصر ديال العشيه ان شاء الله، حيت الصباح بعض المرات كيكون عندي شي حاجه ما نقدي، اما نمشي ليبري شي سلعه، اما نمشي نجيب شي كوموند لمواليه،
يعني في الصباح اغلبيه بعض المرات كنكون بعض المرات ما كنكونش، يعني ديما تبغي عيطي باش جي ديما ما تضربيش التمارين على والو. وكاين هاد لويزا، الناس كيسولوا على لويزا، هاي 3300 درهم لويزا ديال 21 كاره، 3300 درهم. التاريخ ديالها اللي فيها 1912، 3300 درهم. اللي بغاتها دير ليها سكرين وتواصل معنا في الواتساب. بصحتها، شحال فيها من غرام ديال العنق راتكو؟ الثمن فيها اختي تقريبا شي دوزها فيها شي 11 غرام كدا و70، شي 11 غرام كدا و70 دوزها، 560 درهم الغرام اختي راتكو. بالنسبه للدبالج راه كاينين ثلاثة، بالنسبه للقياس ديالهم 6.3 في القياس، 6.3 في القياس. دبيلجات زوينين تبارك الله، خدمه نقيه وخدمه الاولى. هادو فيهم البنات 29 غرام ونص، 29 غرام ونص. الثمن ديالهم 540 درهم للغرام، جاتهم 15930، 15930 درهم، يعني قرب مليون ونص و 20000 ريال، قل 400 ريال. ها هما القياس ديالهم 6.3 اللي عجبوها دير لي مسكرين وتواصل معنا في الواتساب. المبرون بلا اختي تا هو كنصاوبو كوموند، المبرون بلا طا عندي في المستعمل كندوزو. السيده اللي كانت كتسولني قويله على سريتلات بلديين، ها هي واحد السريتله الله يتسعدات مولاتها اللي غتاخدها، باقا نقيه النقش مع الرش، نقشه جديده. من هنا نصبل، من هنا خاوين، ومن التحت مضوبلين. هذه القياس ديالها، نتاكدوا لكم في القياس. هذه القياس ديالها 5.7 وفيها واحد 5.8، جوج 5.7 وواحد 5.8، حيت كيجي هو الفوقاني باش يجي لتحت، 5.7 كيجيو تحت بالدو. هادو الميزان ديالهم فيهم 17 غرام و30، الميزان ديالهم راه خطير وزوين ويطلعوا بثمن مناسب. 17 غرام و30 شحال غنحسبوا ليهم؟ 550، 9500 درهم، ها هما 190000 ريال. سريتلا 190000 ريال، 9500 درهم. هاي سعدات مولاتها اللي غتاخذها، باقا نقيه تبارك الله، 9500 درهم، 190000 ريال. القياس ديالها 5.7 و 1.58، المهم ركزوا لي على 5.7. ثمن المبروم 550، 560 ثمن المبروم، مبروم سامبل سريتلات. كاين هاد البراسلي كارتي، ها هو فيس كارتي في المستعمل، تا هو في الهميزات، الميزان ديالو 9.3، نحسبوا ليه 550، 5115 درهم، 5115 درهم. الثمن ديالو هذا القياس ديالو قياس صغير 5.3، اللي عنده القياس صغير 5.3 في القياس، اللي عنده قياس صغير الفيس كارتي الصح والعمل في 9.36 غرام، تقيل ما شاء الله. الثمن ديالو 5115 درهم، القياس ديالو 5.3. اختي ادم، ادم مرحبا، بغيت راتكو الغرام 20، مرحبا اختي، صوبوا اختي مالك، مرحبا بك اختي، بغيتي راتكو 20 غرام كوموندي اختي، مرحبا. هذا دوزناه، القياس ديالو 5.3. واحد دبيلي الصويري عشاق البلدي، هذا الصويري ديال مول جوج طبعات، يعني جوج طبعات، عارفين راه الخدمة قديمة والخدمة المليحة. الميزان ديالو فيه 10.32، 10.32، 550، 5670 درهم، 5670 درهم. القياس ديالو 6.5، ها هو القياس ديالو 6.5 في القطر ديالو، 6.5 الزواقة ديالو باش يبان ليكم مزيان. هاي لو عجبت دير لي سكرين، ها الطويبات ديالو، لو عجبت دير لي سكرين وتواصل معنا في الواتساب اللي هو 0625 88 47 80. راتكم مستعمل ديال اليد؟ لا، راتكو ديال المستعمل اختي في اليد لا، مابقاش عندي، راه ما كنخبي عليكم والو البنات، راه لاي حاجه كطيح في القديم كندوزها الثمن القديم، راه ما كاينش غسل وبيع ثمن جديد. ها هو الكلاش تا هو في المستعمل، ها هو باقي ماشي نقي، باقي نقي 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 ديال بصح، يعني زيرو ديفو، وكندوزوه في القديم. تا هو ب 550 درهم الغرام، فيه 10 الغرام و70، القياس ديالو، القياس ديالو 5.9 كيضرب حتى 6، 95.5، 5.9، ها هو فيه 10 الغرام و70 كلاش
الصح والعمال ريزين دوبلة من الداخل 10 غرام و70 550 5885 درهم 5885 درهم كلاش ديال الصح والعمال الطقوليه السداده ديالو الطويبات السداده اللهم بارك صحيحه شاده في راسها 5885 درهم القياس ديالو 95 ها هو اللي عجبات دير لي سكرين الاولى بصحتها وراحتها وكاينه معنا هاد النباله هادي عصير صابون اختي كنزه لا ما كاينش ما كتجاوبش الواتساب خويا عثمان مرحبا بك اختي مالك صيفط ليا 0625888 4780 النمره الاخرى اختي ديال 0666 راه تبلوكات عندنا ميساجات اختي والله ما قدرنا نجاوبو كلشي وكنطلبوا السماحه مره اخرى من دوك الناس اللي ما جاوبناهمش اتواصلوا معنا 0625888 4780 وفي حاله ما جاوبناكش فهاد النمره وكان عندنا الضغط شويه عيط ليا اختي ابل نجاوب اختي مرحبا بك واللي بغا تجي للمحل الا ما قدرش تجاوبنا باش نصيفطوا لها لوكاليزاسيون ولا النعش ولا المحل دخلي غير المابس كتبي بيجوتري جولد عثمان غيطلع لك العنوان ديالي فين كاين ولا دخل للتيك توك بيجوتري عثمان في اول فيديوهات غتلقاي اللوكاليزاسيون مثبته تما ومرحبا بالجميع وسمحوا لينا مره اخرى اللي تعطلنا عليه ما جاوبناش تعليقه كبيره ديال تخرام يونس يونس لا ما بقاتش عندي شي وحده في الميزات كاينه هاد النباله هادي الحالم السلطان خضيدر الحميمر فيها 5.7 في القياس 5.7 في القياس فيها 11 غرام اونس 5.7 في القياس الثمن ديالها اللي هو 535 الاولى بصحتها 535 درهم نقصنا لها الثمن حيت فيها واحد الحجرات هنا كنقصوا في الثمن ما كنحسبوش اللي ماشي نفس الثمن اللي فيهم الحجر يعني اللي فيها الحجر كنقصوا له في الثمن واخا مع العلم غتاخذيها في الجديد راه نفس الثمن اللي فيه الحجر نفس الثمن اللي ما فيهش حجر يعني غتبيع لك في الجديد 600 درهم 620 درهم الموديل سواء فيها الحجر سواء ما فيهاش حجر داكشي اللي غتبغي انت اما في القديم كنحاول نقص شويه الحجر 535 درهم الغرام الثمن ديالها 6150 درهم 6150 درهم رابعه رابعه السلام عليكم سي عثمان مرحبا بك اختي وعليكم السلام التعليقه ديال امي مرحبا اختي دنيا كاينه عندي امي الغاليه ها هي هذه اختي كتمصوبه في الجديد ها هي امي الغاليه شوف واش غتبان لك هذه اختي فيها 4 فيها 4 غرام بغيتي اختي نصونديها لك ب 580 4 غرام الثمن الجديد 2320 درهم 2320 درهم امي الغاليه القطره ديالها فيها 5 سنتيم اونس بالمسطره 5 سنتيم اونس الطول والصحه راه صحيحه اختي راه عمليه بالنسبة للثمن ديال هذا كما قلنا 11 ونص 535 6150 درهم القطر ديالو 5.7 تأكدي ليا في الشكيل وفي القياس ومرحبا بك انا عاوتاني وعد السريت لا يا سلام هاي سريت لا وديال الدراوش تلبسي سريت لا باينه وهماويه ندير لكم في المانكا باش بان لكم مزيان شوف هاد السريت في المستعمل واش تقولي هادي في المستعمل واش هادي ما تحلفيش على باقه جديده وبالفعل باقه جديده مولاتها اللي باعتها راه تقريبا ما لابساهاش لابساها مره واحده شي مناسبه حيت هاد الشهاده ديال المناسبات لابساها مره واحده يعني القديم كنعرفوه من هنا ما محرود ما مضروب ما مضغوط ما والو يعني باقه جديده باقه هادي تصلاح تباع في الجديد ولكن حنا خديناها في القديم كيتبعونا الناس كيشوفوا كيبيعوا يشرو معنا يعني داكشي اللي كندوزوه كناخذو من عندهم كندوزو قدام عينيهم هذه فيها 19 غرام و90 19 غرام و90 550 الثمن ديالها 10945 درهم 10945 درهم بحال تقريبا 10950 درهم باش ما تدخلوش في الحساب 10950 درهم فيها 19 غرام و90 بالنسبه للقياس ديالها باش نوريكم الطويبات ديالها باش عارف نتوما شنو غتشريو فيها طابع هنا واحد وفيها هنا جوج واحد جوج هي ثلاثه الطويبات اللي فيها كل براسلي فيه ثلاثه الطبعات ديالو يعني كلهم فيهم دوك الطبعات بالنسبه للقياس القياس ديالها 5.6 5.6 سنتيم في القطر ديالها 5.6 ها هي الا عجبتها دير ليها سكرين وتواصل معنا
هذه هي السريتله ديال الفراكه الا كنتو كتسمعوا السريتله ديال الفراكه هي هذه. ثمن البلدي اختي كيبدا من 530 على حساب شنو في البلدي حتى ل 550. اغلبيه كيكون داكشي خفيف. دابا باش تفهموا هاد القضيه البنات، دابا شي حاجه فاش كتكون فيها 2 غرام في البلدي راه ماشي هي شي حاجه فيها 20 غرام. شي حاجه كتكون فيها 2 غرام يعني انا اللي بعتها لها 20 درهم للغرام وخا ربح فيها 20 درهم للغرام، ناخذها ب 520 ونبيع لكم مثلا ناخذها ب 500 ونبيع لكم 520، يعني فيها 2 غرام غتجي لي فيها 40 درهم ما غتسلكنيش، يعني 40 درهم ما غتقامش لك حتى القيمه ديال ليبريزو باش غتوصلها للناس، غنخلصوا على 60 درهم 65 درهم. يعني كتحاول تطلع شويه في الثمن باش تربح في هذيك 100 درهم، شي حاجه فيها 2 غرام كتخلي لك ديك 100 درهم، بحال كتولي رابح 50 درهم في الغرام. اما الا كانت فيها 20 غرام 15 غرام وربحنا فيها 20 درهم، يعني كتعطيك يعني 20 غرام كضرب بها في 20 درهم، يعني كتعطيك واحد البركه اللي تقدر تليفري بها وتقدر تربح فيها، كتخلي لك شويه الربح. اما شي حاجه خفيفه كتحاول تطلع الثمن ديالها باش تسلكك. كاين هاد الحويلقات هادو ديال التخرام، حويلقات زوينين ها هما. حويلقات ديال الطروات ديال بلديين حضارين، يا سلام، فيهم 5 غرام و 33، 5 غرام 33 في 550، هادو 2930 درهم، 2930 درهم، 2930 درهم، 58000 ريال و 600، فيهم 5 غرام 33، 550 درهم للغرام. هاهما اللي عجبوها دير ليهم سكرين وتواصل معنا في الواتساب. باقيين جداد ومقايق. الصباح اختي كنحلو تقريبا مع ديك 11 11 ونص، كنكونو في المحل. هادو دوزناهم 2930 درهم اللي عجبوها دير ليهم سكرين. السدادة ديالهم فيكس ديال الكليبس. وبقاو معانا هاد الحلقات ديال الحارم السلطان ديال حجرات خضر، هادو فيهم 4 غرام كيديروا 2200 درهم، 4 غرام 2200 درهم، حتى هما في الميزات بلديين العمود ديالهم صحيح. ها هما اللي عجبوها دير لهم سكرين وتواصل معنا. مرحبا بك اختي دعاء، على جاوبتك قلت لك 20 غرام صوب اختي كومون، تواصل معايا في هذه النمره 0625 88 47 80. ومرحبا بك اختي. كاينه ديال الحلقات ديال فيرزاتشي فيهم 2 ونص 550 درهم للغرام، 1375 1375، يعني هادو البنات باش تفهموا القضيه ديال كيفاش 550 واخا نكون رابح فيهم كاع 50 درهم في الغرام، باش نكون واخدهم من غير ب 500 وندوزهم 550 فيهم 2 غرام ونص غتجي ب 125 درهم، ونقص منها 65 درهم ديال ليفريزو. عاد كاين بعض المرات كاين اللي كتجي تاخذ من عندك كتزادك ديك 65، يعني على حساب، يعني كتبقى فيهم شي حاجه قليله 80 درهم 70 درهم، يعني شي حاجه خفيفه راه ما كتسلككش بحال حاجه ثقيله. 1375 درهم. وكاين هاد الخاتم هذا ديال الكلو فيلطاج الثمن ديالو 2700 درهم، فيه 4 غرام و90، قياس ديالو 1.9، هذا بالنسبه للقياس راه ما كيتزادش 1.9 في القياس، 4 غرام و90 2700 درهم. يعني عجبك دير لي سكرين. سكينه مرحبا بك اختي. خاتم تلويز، خاتم تلويز نوريك اختي شنو اللي عندي. سلسله كبيره كبيره 50 سنتيم. مرحبا اختي، كاينه 50 سنتيم، كاينه اكثر كاع من 50 سنتيم. ديال لويز بقى عندي هذا، ها هو اللي عجبك دير لي سكرين تواصل معنا. في 6 غرام فاصلة 85 كيدير 4100 درهم، 4100 درهم. وكاين هاد الموديلات هادو يلا جبناهم ديال الطروات دي، لذيذ على خواتم كبار ديال الطروات دي ومضوبلين من الداخل الصح والعمل. يعني الميزانات ما مقاديش، كاين 4 غرام و70، كاين 4 غرام و40، هذا 4 غرام و40، هذا 4 غرام و70،
وكاين 4 غرام و30، 4 غرام و40 كيبقى ب 2650 درهم، 4 غرام و30 كيبقى ب 2580. الا جاب شي واحد دير لي سكرين تصيفط القياس ديالو مرحبا. عندك حلقات ديال كل نهار تقبل الثانيه؟ لا ديال الثانيه اختي لا والو، ما عنديش شي حاجه اللي نضمنك فيها صحيحه. اختي كنزه شحال الغرام؟ اهلا وسهلا كنزه لاباس عليك. الغرام اختي ديال السبيكه دابا حاليا الذهب الخام واصل 510 507 508 505 ما مقادش. بالنسبه للجديد كيبدا من 580 ما محدودش حتى 1000 درهم الغرام، كاين شي موديلات ديال 1000 درهم. 40 غرام برادكو، 40 غرام الرادكو، 40 غرام التقام عليك تقريبا دابا حاليا مشي 22400 درهم. 40 غرام 2,048,000 ريال. غورمي ديال الروايه راه دوزتها قبيله فاش سولتني على هذيك البنت ديال الروايه، الطول ديالها 20 سنتيم، الميزان ديالها 12 غرام ونص، الثمن ديالها 7,800 درهم، كتبقى ب 7,700 درهم. الثمن الاخر ديالها 7,700 درهم. طويب عاد ديالها كتجي زوينه فليت. حلقة فروج الحضور بقاو عندي اختي، هادو خاوين هما اللي بغات تعمرهم اللي عندها اللويزات. هادو خاوين صحاح دوبلين من التحت، الميزان ديالهم فيهم 6.70 غرام، خاوين فيهم 6.70 غرام. الثمن ديالهم كيبقاو ب 3,950 درهم، 3,950 درهم. المهم البنات وصلنا لاخر لايف، انتهينا من القديم. شكرا لكم، شكرا على المتابعه ديالكم، فرحونا بالجيم ديالكم، فرحونا بالتعاليق الزوينه ديالكم، بالدعاء ديالكم. واللي يتمنى شي حاجه الله يسهل عليه ويسهل على جميع المسلمين، اللي نوى شي حاجه في خاطره الله يسخر ليه، لاي واحد ولاي وحده الله يكمل عليكم بالخير، واللي ناوي شي حاجه الله يسهل عليه. دعيو معنا ودعيو معنا بالتيسير، شجعونا بالجيم ديالكم بالبارطاج ديالكم، وتحيه لكم. شكرا لكم على الوقت ديالكم اللي كتعطيونا، كنضيعوا لكم وقتكم شويه سمحوا لينا، باش تلقى شي واحد كيهز التليفون ويقابلك كيتفرج فيك هذاك راه احسن شكر. وغدا ان شاء الله هذيك الربعه ديال العشيه غنبداو الاجوبه، غير خلي السكرين ديالك والميساج ديالك 0625887480، وغنلوحوا عاد الفيديوهات ديال السولد ديال الخويتمات ديال المارياج ابتداء من 1200 درهم تيك توك بيجوتري عثمان. مرحبا بكم. اختي الهام غنجي عندك غدا ان شاء الله، مرحبا بك اختي، مرحبا مرحبا بك، جي عندي ورا العصر اختي. مرحبا بك اختي كنزه الله يسهلك. امينه اختي الله يحفظك وسلمي يا الاخوات ديالك. اسماعيل اسماعيل امين الله يوفقك ولدي سلطان سلطان الله يحفظك الله يكبر بك. شكرا لكم كاملين الاخوات والامهات والخوت اللي كيشوفونا، الله يسهل على كل واحد. والدعوه ديالكم لخوتنا اللي في فلسطين الله يطلق سراحهم ان شاء الله، والله يدير لهم شي تاويل ديال الخير. الدعاء ديالكم الاخوان. اختي صافي، اختي صافي عندنا في المغرب 18 كاره، 21 24 ما عندناش في المغرب، كونوا في الدول العربيه بحال السعوديه بحال قطر كيكون في 21 22 24، عندنا في المغرب 18 كاره. السلسلة ديال كل يوم. مرحبا بك، تواصل معايا في الواتساب 0625887480، خلي السؤال ديالك ولا خلي شي حاجة بغيتي تسوليها ولا شي حاجة بغيتي تشريها، تواصل معايا في الواتساب ونعاونك. عطيني غير الغرامات، بغا تبيع لك شي وحدة شي ذهب ولا شي حاجة، يكون غير حاجة وحدة، ما تشوفش في الأغلاط البنات. ديما لا خديتي شي حاجة مباقاش تيقو في ماركت بليس ولا في الجروبات، غتشري شي حاجة تالا عجباتك عاد شي وحده ولا بغيتي تاخذي من عندها، ضروري تشديها عند دايبي وتكون بالروسي ديالها وتخلي لك فوتوكوبي لاكارت ديالها. راه حذاري من هادشي، راه تولوا في شي حاجه راه
صعاب شويه داكشي كيكون فيه مشاكل، ضروري يكون الروسي وفوتوكوبيت لا كارت ديال السيده اللي غتاخذي من عندها، حيت داكشي صعيب كي لك تجي وكتاخذ نيشان داكشي شويه فيه الريسك، تقدر تاخذها ماشي دابا، تقدر تكون مشفوره، تقدر تكون شي حاجه. المهم ما كنعممش، المهم ما ديرش الثقه في داك المجال، يعني ديما تاكدي عن شي ذهبي. الثمن اللي بغيتي تبيع اختي، حاجه اللي كنعاودو دوزيام ما كنعاودو فيها البيع، راه كنوصلو فيها تقريبا من 500 درهم حتى ل 520 درهم للغرام، على حساب واش عندك فيها الحجر، واش نقيه واش ما نقياش، واش شي حاجه نيشان غتعاود تباع للناس، شي حاجه ممتازه كنعطوك فيها الثمن. شي حاجه ديال الدوبان حاليا راه ما تفوتش لك 470 480، شي حاجه اللي غتمشي تحرك تعاود تخدم، اما غتعاود تباع ضروري غيوصل معاك من 500 ل 520. هادشي الا عندك شي حاجه زوينه. بغيت تنسب المصحف صيفط لك في الواتساب اختي ادم. ادم مرحبا بك، غير لما جاوبتك اختي عاودي صوني ليا، راه بعض المرات كيعمر ليا الواتساب وكنعاود سيبريمي كلشي وكنعاود ازيرو. ما جاوبتك اختي غير صوني عليا، مرحبا بالجميع. اللي بغى شي سؤال ولا شي حاجه يسولني عليها راه عادي جدا، صيفط لي ميساج. ما جاوبتكش بالزربه صوني عليا ابل عاديه، راه نجاوب اختي ونقول لك اي سؤال بغيتي نجاوبك عليه. ثمن خاتم ام الغيث مرحبا بك. ثمن خاتم طروادي، طروادي اختي كيبداو عندي من 900 درهم 1000 درهم وانت طالعه، عدد دوز دابا واحدين غلاط تقريبا 2300 2400 اختي كنزال. الله يكبر بك اختي الله يحفظك. بغيت تعليقات تخرام جديده يونس، يونس مرحبا، تواصل معايا في واتساب اختي ولا خويا مرحبا بك. مصطفى مرحبا خويا الله يكبر بك، عافاك اخويا واش عندك حلقات بولحيه؟ لا ديال بولحيه ما طاحوش عندي اختي في القديم، حاليا ما كاينينش اختي. دعاء حنا اختي دعاء ملاك كاين اختي في كازا في قيصريه ديال اناسي الله يحفظك اختي. مرحبا، المعامله على واجب على كل واحد نعاملوه مزيان، راه بعض المرات كنتقلقوا وكان كيتكسر عليك الضغط شويه وكتقلق وكيجي عندك ناس من بعيد وكتقدر تهز فوق قلبك وتضحك مع الناس وتعطي معامله زوينه، حتى داك الانسان اول مره جا عندك يعني بز منك خصك تعامل معاه زوين، يعني مادام كاين اللي كيجي عندك عاد ناس كيجيو من الرباط تحيه ليهم، الناس بوزنيقه، الناس فاس، مكناس، كيكونوا كاع المدن تقريبا كيجيو من الكازا كيجيو زوروك، يعني خصك تكبر بهم تجاوب، يعني احسن معامله تعاملهم، ماشي تجي عندك من بعيد وتكون تعصب عليها شويه. بعض المرات ضروري كيكون عندنا الضغط، كتشوف شي حوايج ما كيعجبوكش كتصبر في حقك، ولكن الحمد لله على كل حال. خواتم تليبول كاينين اختي مرحبا، صيفط ليا في واتساب نجاوبك عليهم. كاين شي تعليقه ديال الراس؟ لا ديال الراس حاليا ما كايناش. خاتم بلدي كاينين خواتم بلدي مرحبا، ديما كنجي عندك كنلقاك ساد. حاولي اختي تجي عندي ورا العصر، حيت الصباح اكثريه كنكون اختي اما في السوق اما كنليفري شي سلعه اما عندي شي حاجه كنمشي نقضيها. اختي مروه، مروه الكلاش اختي مرحبا، الكلاش اللي في المستعمل مرحبا اختي، غير خلي لي ميساج ديالك غدا نجاوبك عليه، تاكدي لي في القياس وعلى الراس والعين. خاتم تايجر، تايجر اختي عندي واحد خداته واحد الدريه، بقى عندي غير العادي، كان عندي داك الاخر تايجر اللي واقف خداته من عندي واحد السيده، بقى عندي الاخر اللي فيه الراس بوحدو. يونس يونس تعليقات تخرى ما صيفط لي في واتساب 0625888 ونصور لك الموديلات غدا ان شاء الله وشوف، حيت حيدتهم جميعهم. عصير الصابون، عصير الصابون بقى عندي الخويت مات ديالو، عندي شي واحد صيفط لي في واتساب ونصور لك. خاتم التايجر، خاتم التايجر وقع عندي واحد هو اللي حدايا واقيلا قريب. شوف لك كتمج معتوش التايجر عندي هذا، وقع عندي هذا الخاتم ديال التايجر هو اللي كاين، كان عندي واحد اخر تباع، هذا فيه 4 غرام و40، 4 غرام و40، الثمن ديالو كيبقى ب 2650 درهم، 53000 ريال. إذا عجبك اختي راه تواصل معايا في واتساب ونجاوبك عليه. اخوات خلوا لكم الراحه ومع السلامه، نشوفكم في لايف اخر ان شاء الله، ومرحبا بكم عندنا في تيك توك بيجوتري عثمان، ديما الجديد وديما كنلوحوا فيه فيديوهات وديما البرومو وديما التخفيضات، ومرحبا بالجميع وخلينا لكم الراحه والله يسخر الجميع، مع السلامه.